عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الدكتور علي عبد العال والوفد المرافق، ذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المباحثات التأكيد على عمق العلاقات ومتانة الروابط بين البلدين الشقيقين وسبل النهوض بمجالات التعاون كافة، خصوصا على المستوى البرلماني. كما تم خلال المباحثات تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين، وآخر التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية القارية والدولية. وحضر المباحثات رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدغباسي والنواب ركان النصف وخالد الشطي ويوسف الفضالة وعسكر العنزي والدكتور خليل أبول وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني.